كبيرة لفظتها النيران وسط مياه الشمال الأطلسي، فارغة موحشة غريبة تثير فضول البيولوجيين والجيولوجيين وتستهوي صناع الخيال العلمي. أرض جعلت جول فيرن يتخذ من أحد براكينها الخامدة منفذاً لاستكشاف باطن الأرض ليدرك أنه صهير ملتهب يبحث عن مخرج. هضابها الداخلية أراض زرتها الرياح ولفحتها البراكين وقر الصقيع، فصارت جرداء قاحلة تشرف على سهول منبسطة واسعة تغمرها البرك والبحيرات وتتخللها البراكين وتتفجر بها ينابيع مياه وبخار ساخن. مرتفعات تطل على أجراف وأخاديد تنحدر منها شلالات تتسابق نحو سواحل متقطعة يلفها ضباب كثيف وتتخذها بعض الثدييات والطيور مرتعة. ظواهر يبدو فيها كل شيء يفيض بالحياة، بل تبدو فيها الأرض نفسها حية تتنفس. نسمع زفراتها، نشم رائحة الكبريت المنبعثة من جوفها، نحس بخفقان قلبها. أرض تبدو ظاهريا ساكنة هادئة تسودها برودة قاتلة، بينما باطنها يغلي من فرط الحرارة. أرض تدعو إلى التأمل في أولى مظاهر الحياة في بعثها من الموت، في استمرارية تطورها وتغيير شكلها بلا انقطاع. منذ ما يقارب من 20 مليون سنة طفت شمال المحيط الأطلسي أرض سميت إيسلاندا أو أرض الجليد. جزيرة لفظتها البراكين جنوب الدائرة القطبية الشمالية، يسودها مناخ محيطي تحت قطبي بارد، لكنه مناسب للحياة بالنظر إلى موقعها وظروفها الطبيعية. من أكبر الجزر العالمية، مساحتها تبلغ حوالي 103,125 كيلومترا مربعا. تكونها سهول وهضاب ووديان وبراكين وجبال وحقول من رماد وجليد. حوالي 10% من أراضي الجزيرة رقع ثلجية تغذي أنهارا جليدية كبيرة.
خلافاً لجرينلاند الجزيرة المجاورة التي لا تبعد إلا بنحو 280 كيلومتراً تنتمي إيسلندا للقارة الأوروبية. فعلى الرغم من أنها تضم صفائح جيولوجية لكل من القارتين الأوروبية والأمريكية، ضمت لأوروبا نتيجة التشابه الحاصل بينها وبين ثقافة واقتصاد ولغة الأوروبيين. من الناحية التكتونية فإن إيسلندا لا تنتمي لا لأوروبا ولا لأمريكا الشمالية، بل إنها نتجت عن ارتفاع القشرة الأرضية عند التقاء الصفائح التكتونية. تعتبر إيسلندا أرضاً فتية مقارنة بعمر الأرض الذي يفوق 4 ملايير سنة، وتقع على منطقة ساخنة شمال المحيط الأطلسي، وهي تشكيلة تعني أن الجزيرة نشطة جيولوجياً، إذ فيها ما يقارب 200 بركان، منهم حوالي 130 بركاناً نشيطاً. منذ ثورة بركان لاكي المدمر سنة 1783 والذي أدى إلى مقتل ربع سكان إيسلندا، ظلت الجزيرة غارقة في سبات عميق، ولم تعد تلوك الألسن ذكرها إلا أوائل سنة 2010، إذ تصدرت الجرائد وصارت الخبر الأهم على وجه الأرض. اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. C'est un phénomène tout à fait exceptionnel qui perturbe. Tell the news, Iceland's main airport has shut down for the first time since its volcano erupted. يعني ماذا حدث في هذا؟ Le volcan islandais. Le volcan. غيمة من الرماد البركاني ناجمة عن ثورة البركان. La grande pagaille. C'est la pagaille. La pagaille en Europe. Hundreds of people have been evacuated. It's an important volcano. NBC's Chris Janting joins us once from Iceland. بعد سبات دام قرابة 190 سنة، أحدث هيجان بركان يافيوتل في 20 من شهر مارس سنة 2010 سحابة من دخان ورماد خلقت هلعا كبيرا في كل أوساط الكرة الأرضية. فمن تحت يافيوتل يوكوتل، الرقعة الجليدية التي تبعد بنحو 160 كيلومترا جنوب شرق العاصمة ريكيافيك، والتي يقدر سمكها بنحو 200 متر وارتفاعها عن سطح البحر بنحو 1666 مترا، ثار بركان يافيوتل محدثا غيمة من غبار منعت الرحلات الجوية في كثير من أنحاء المعمور. هذا البركان الذي يفوق عمره نحو 700,000 سنة لا يملك على العموم تاريخا حافلا بالانفجارات، فمن هيجانه سنة 550 للميلاد ظل ساكنا حتى حدود سنة 1612، حيث لم تدم ثورته إلا بضعة أيام ليعاود الكرة سنتي 1821 و1823، فيهدأ حتى سنة 2010 ليعود للظهور. هذا الانفجار كان عنيفا إلى درجة أنه خلف أثرا قويا وغير منتظر على الرحلات الجوية بأوروبا عامة، كما خلف صدى إعلاميا كبيرا قلما يخلفه انفجار بركاني. لحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح، لكنه أحدث خللا في الاقتصاد. لقد مثل لنا حدثا مهما نحن علماء البراكين. هذا البركان الذي يحمل اسما إيسلنديا يافيوتل يوكوتل يصعب نطقه، بركان تغطيه رقعة جليدية، كان غارقا في سبات عميق لما يقرب 200 عام. وحسب شهادات الإسلنديين وذكرياتهم فإننا لا نعرف عنه إلا 3 انفجارات منذ 1000 عام. إنه عموما بركان نائم. لقد انفجر سنوات 920 و1613 و1821 ثم 1823، 200 سنة تقريبا بعد آخر انفجار. حسب علمنا فهذه الانفجارات الثلاث لم تكن قوية، وقد دام آخرها سنة كاملة.
كان مهما بالنسبة لنا أن نرى العلامات الأولى التي تنبئ بالانفجار والتي سجلت منذ 1994 16 سنة من قبل. فتدريجيا كان هناك زلزال يخبر بصعود الصهارة إلى نحو 20 أو 30 كيلومتر، لكن لم يكن هناك انفجار بل هدوء وسكون، ثم عاود الكرة. في نفس الوقت بدأ البركان ينتفخ ويتغير شكله، وذلك ما يمكن أن نسجله بواسطة شبكات GPS الحساسة التي تبين أن البركان ينتفخ ويرتفع ويتمدد، أي أن الصهارة تتجمع تحت البركان. لقد أحدثت تفاعلات الجليد المتبخر بواسطة صهارة تفوق درجتها الألف انفجارا عنيفا أدى إلى تكسير الصخور وتفتيتها جزيئات دقيقة، قذفت إلى ارتفاع يفوق 10 كيلومترات، وهو ما أدى إلى خلل في الرحلات الجوية في كثير من أنحاء العالم. مؤسسة علوم الأرض الإسلندية قامت بدراسة لعينات المواد المنبعثة من بركان يافيوتل للأيام الثلاثة الأولى من انفجاره. لقد لفظ البركان أيامه الأولى نحو 140 مليون متر مكعب من المقذوفات، وهو ما يعادل 70 إلى 80 مليون متر مكعب من الصهارة، أي ما يوافق صبيبا يمكن تقديره ب 300 متر مكعب أو 750 طنا من العجائن في الثانية. كما أحدث البركان سحابة فاق سمكها 1000 متر كونتها جزيئات دقيقة من غبار قياسها أقل من 300 ميكرومتر. إن جزيئات الصخور والمعادن المنبثقة من البراكين والتي يقل قياسها عن مليمترين تشكل رمادا يمكن أن يسافر لمئات الكيلومترات ليسقط أرضا على شكل أمطار من رماد. الرماد البركاني مادة كاشطة حكاكة وصلبة، وهو موصل للكهرباء ولا يذوب في الماء، وكما هو الحال هنا فإنه قد غمر المكان وتراكم وترسب فغطى النباتات وكتم أنفاسها وكون صخورا هشة. في الأسبوع الأول لهذا الانفجار كانت هناك ظاهرتان تساعدان على تفسير هذه السحب الرمادية وقوتها وانتشارها بواسطة الرياح نحو أوروبا وباقي المناطق المختلفة. فمن جهة كانت الصهارة لزجة وغنية بالسيليس، وبالتالي فقد كانت قابلة للتجزؤ. ثانيا فالماغما حين اتصالها بالرقعة الجليدية أدابت الجليد فتبخر الماء بعنف بفعل حرارتها مما أدى إلى الانفجار. كانت هناك أعمدة من مقذوفات تتكون من رماد وصهارة مجزأة ومن كتل جليدية كذلك. لقد ارتفع الجليد أيضا مع الرماد الساخن. لقد أكد العلماء أن الرماد البركاني الذي وصل سمكه في بعض المناطق إلى 10 سنتيمترات يحمل معه كميات مهمة من الفليور والكبريت. هذه العناصر تعتبر ملوثة لما تحدثه من تسمم في المراعي وخزانات المياه، ولما تمثله من مخاطر صحية لكل الكائنات الحية. فعند سقوط الأمطار الرمادية تبدو السماء مصفرة تعمها رائحة الكبريت ويصعب أثناءها التنفس، ويصير الرماد في علاقته بالرئة ورطوبتها إسمنتا يعيق التنفس. لذا فوضع قطعة قماش أو قناع خاص على الأنف أثناء الظاهرة أمر ضروري. الرماد هو حصيلة لتجزؤ الصهارة وتفتيتها. صهارة تضم 57 إلى 58% من السيليس. إذن فهذا الرماد يمثل ما يكون تلك الصهارة. إنها جزيئات دقيقة، لكن بعضها يبلغ أمطارا عديدة، نراها ترتفع نحو كيلومتر أو كيلومتر ونصف.
شيء مدهش. يمكنني أن أقول أني كنت أقوم بقياسات قرب فوهة البركان وأني اندهشت لرؤية ذلك، رغم أنني عاينت كثيرا من الانفجارات البركانية من قبل. إنها تتكون من كتل كبيرة تقيس عدة أمتار إلى جزيئات تحمل بعيدا تقيس ما بين عشرات المليمترات إلى أقل من الميكرون، يعني أنها جزيئات تقيس عشر أو أقل من عشر الميكرون. إن تلك الدقيقة منها هي الأخطر، لأننا حين نستنشقها تنفد إلى رئتنا وتلحق بها أضرارا. بعد انفجار يافيوتل صارت هذه الأرض يحموما ينبعث منها غاز وغبار ودخان كثيف. صارت جبالها سوداء مفحمة، أحرقتها درجات الحرارة العالية، وسالت بها صهارة غطى سكبها نحو 1300 متر مربع بسمك بلغ ما بين 10 إلى 20 مترا. هذا الطفح البركاني الذي استمر سيلانه لأسابيع طفح غني بغازات عديدة وبازلت، يحتوي على نسبة 47% من ديوكسيد السيليسيوم. لقد أحدث ثوران هذا البركان صدعا طوله 800 متر، وتميز بقذف قوي لصهارة بلغ ارتفاعها نحو 200 متر. بعد ركود مؤقت دام يومين دخل البركان مرحلته الثانية التي كانت أكثر عنفا، فصار يبعث كميات هائلة من الغازات والرماد، وأحدث انفجاره تشققات في أرضه الجليدية، فذابت ثلوجها وجرفت مياهها كل المواد التي لفظها وحملت معها رماده المترسب، فأحدث ذلك فيضانا مهولا وسكبا كبيرا من طين أجبر السلطات على إجلاء نحو 800 شخص عن طريقه. نحن هنا أواخر شهر يونيو من سنة 2010، شهرين من هيجان بركان يافيوتل. اقتربنا منه أكثر فوجدناه قد انفجر من تحت الجليد، من تحت رقعة جليدية سميكة نسفتها قوة اندفاعه، وغطى الرماد كل جوانبها لتبدو كتلها كأنها أجراف من صخور داكنة مرمدة. لوحات تشكيلية رائعة وضعت هنا لتغدو نموذجا لقوة الطبيعة وقدرتها على الخلق والإبداع. بعدما سطعت شمس الصيف ولامست أشعتها أديم هذه الأرض المحترقة، عكس الثلج نورها وصار يذوب بلطف لتتدرج ألوانه من السواد القاتم إلى أقصى درجة من البياض، فيتقاطر ويسيل جداول تنساب بلا انقطاع. جداول تتجمع مياهها فتكون أنهارا كبيرة تنحدر شلالات عظيمة فتنة للناظر.
إنما يحيرنا ويثير فضولنا هو كيف تكونت كل تلك المناظر، كيف تكونت هذه الجبال والسهول، كيف تطورت وإلى أين تسير؟ أسئلة كثيرة تلاحقنا تحاصرنا لنجد لها جوابا في مسيرة العصور المتتالية في سلم الزمان الطويل. لكن هنا بإيسلندا الأمر يختلف. هنا نحن أمام سيناريو مباشر للخلق. هنا نسافر عبر الزمان والمكان لنكون شهودا على عملية الخلق منذ بدايتها. في 14 من شهر نوفمبر سنة 1963 وتحت عدسات الكاميرا انفجر بركان تسيرتسي من عمق 130 مترا تحت مياه المحيط. هذا الانفجار كان عنيفا بحيث رفع موجات كثيفة من دخان أبيض ورماد أسود إلى علو نحو 8 كيلومترات. ودفع أرضاً بأكملها إلى الأعلى نحو 30 متراً عن سطح البحر ليخلق جزيرة مساحتها حوالي 2600 متر مربع، جزيرة تسيرتسي. كثيرون هم من شهدوا انبثاق تسيرتسي من وسط مياه المحيط، وكثيرون هم من كانوا شهود عيان على انبعاث الحياة من الرماد وعلى تلاحم الأضداد وجعلها خلقاً جديداً. إيلين بالمادوتير إحدى هؤلاء، كاتبة صحفية أهلتها مهنتها لتشهد أطوار هذا الخلق الفريد. إنه لأمر عجيب أن نرى كيف تتحول الأرض وتتغير. فقريبا من جزر فيستمان في عرض البحر بدأ هيجان تسيرتسي منذ 1963 حتى 1967. هيجان أدى إلى تكوين جزيرة. لما حاولنا أن نحط بالجزيرة أول الأمر أنا والجيولوجيين كنا على وشك الهلاك، لأننا كنا في مركب كبير وكان معنا زورقان صغيران من مطاط. لم يكن لدينا الوقت للمكوث طويلا، وإنما الوقت الكافي لرفع العلم ليبدأ الانفجار من جديد وليتهاطل علينا الغبار الذي ارتفع لنحو 600 متر والحجارة الملتهبة. بالنسبة لنا لم يكن لدينا أي شيء نعمله إلا تجنب الحجارة التي كانت تتساقط. لما وصلنا الغبار كنا نحاول التنفس تحت قفازاتنا هكذا. في نفس الوقت حاولنا أن نجذب الزورقين ونضعهما فوق الماء، وأخيرا نجحنا في ذلك لأن الحجارة الساخنة لم تسقط وسطهما. وها هي جزيرة جديدة قد وجدت. تم التفكير في حمايتها والمحافظة عليها منذ البداية، وهي الآن مختبر لدراسة كيفية تكوين الأرض وكذلك كيف تبتدئ الحياة في جزيرة كهذه. ككل الجزر التي ولدتها البراكين، بل في كل أرض تنعم بقسط من الرطوبة، تكون الحزازات والطحالب والفطريات أولى المخلوقات التي تعطي انطلاقة الحياة بها، وتكون الطيور أول من يستعمرها ويتخذها مكانا للتعشيش بعيدا عن الأعداء وعدوى الإنسان.
جزيرة درانغي إحدى نماذج الجزر البركانية، شواطئها صخرية شديدة الانحدار، تتكون أراضيها عموماً من طفل بركاني. جزيرة تسكنها أنواع عديدة من الطيور الغواصة، أهمها الغلموت والبطريق الصغير والبوفين. يعيش البوفين في مستعمرات قد تضم عشرات الآلاف من الأفراد بمناطق المحيط الهادي والأطلنطي الباردة والمعتدلة، وهو أنواع أربعة تعيش منها ثلاثة بالمحيط الهادي، بينما لا يعيش النوع الرابع إلا بالمحيط الأطلسي الشمالي. شبيه بالبطريق، يميزه منقاره الملون المعقوف الذي أعطاه لقب ببغاء البحر، والذي يتحول لونه إلى رمادي باهت شتاء ليعود إلى لونه الأصلي فصل الربيع. متوسط الحجم، ذو جناحان سوداوان وصدر أبيض. طيور تقضي معظم حياتها بالبحر، مما أكسبها قدرة فائقة على السباحة والغوص. تستعمل أجنحتها القصيرة وأرجلها الكفية البرتقالية لتغوص بعمق حوالي 60 مترا تقريبا. من بين أنواع البوفين الأطلسي، يعيش 60% منه بالجزيرة الإسلندية، وهو ما جعله ينعت برمز إسلندا. هذا البوفين قد اصطاد لتوه بعض أسماك أنقليس الرمل. إن من عادته أن يحمل عشرات الأسماك بمنقاره الضخم، فهو يتغذى أساساً على الأسماك، لكنه يتناول القشريات والرخويات كذلك. تختار هذه الطيور أجراف الجزيرة ومنحدراتها الصخرية لبناء أعشاشها، فتبيض بها بيضة واحدة تحضنها مدة 40 يوماً. رغم عزلة جزيرة درانغي وبعدها نسبياً، إلا أن الإنسان قد استطاع الوصول إليها وغزو أطرافها وبناء سلالم بها تمكنه من بلوغ أعشاش الطيور للإمساك بها وجمع بيضها. لقد استطاع بوفين هذه الجزيرة أن يسلم من فتك كثير من اللواحم من نحو الذئاب والثعالب، لكنه لم يستطع أن ينجو من فتك الإنسان وتسلطه، فلقد تكاثر بها بشكل كبير إلى درجة أن الإنسان صار يصطاد منه أعدادا وفيرة، وصلت فترات ذروتها إلى حوالي 200,000 طائر. إلى جانب البوفين الأطلسي، يعيش بالجزيرة صنف آخر من البطريقيات، طائر الغلموت، طائر يفضل التعشيش بالأجراف الأكثر ارتفاعاً. دورته البيولوجية تتم عموماً بأعالي البحار، ولا يضطر للعودة إلى اليابسة إلا للإنجاب. كغيره من البطريقيات، يعد الغلموت من الطيور التي تعيش في جماعات. شتاءً تكون جماعات مهمة تجوب البحار بحثاً عن غذائها الذي يتكون غالباً من الأسماك، لكنها عكس بطريق الطردة وطيور البوفين لا تمسك بمناقيرها إلا سمكة واحدة. في نفس الجزيرة تعيش طيور أخرى تشبه إلى حد كبير طائر الغلموت، لكن مناقيرها تختلف. مناقير الغلموت طويلة وحادة، بينما مناقير بطارق الطردة هذه قصيرة وسميكة، يخترقها خط أبيض. شتاء تصبح رؤوسها بيضاء. كطيور البوفين الأطلسي، تتناول بطارق الطردة كثيرا من الأسماك، فهي تصطادها بغطسها جماعات تحت الماء وتخزنها في مناقيرها بإمساكها الواحدة جنب الأخرى. تسكن هذه الطيور سفوح الأجراف الصخرية لسواحل الشمال الأطلسي،
لكننا نجدها أيضا على امتداد سواحل أمريكا الشمالية وفي أوروبا من روسيا الشمالية الغربية حتى شمال فرنسا. لا تستطيع البطاريق الصغيرة كما تدعى هذه الطيور أن تمشي على أقدامها غير المكيفة على ذلك، بل تقف على رسغ أقدامها لتطل من فوق الأجراف على البحر وترتمي فيه ارتماءة سباح ماهر. جناحاه القصيرتان لا تسمحان له أن يحلق في الأجواء طويلا، لكن هذه الإعاقة تصبح ميزة في الماء إذ يستخدمهما كزعانف ليبلغ أعماقا قلما تبلغها معظم الطيور الأخرى. تتقاسم مجموعة من النوارس مع كل هذه الطيور أجراف جزيرة درانغي لتعيش معها في تناغم وتلاؤم. ثلاثية الأصابع إحدى تلك النوارس، فصيلة من طيور البحر المنتشرة بالقسم الشمالي للكرة الأرضية. عكس كثير من أصناف النوارس، لا تقترب النوارس ثلاثية الأصابع هذه من السواحل إلا للتزاوج. هذه العملية لا تتم في الغالب إلا على حواشي الأجراف العمودية المطلة مباشرة على البحر. استمدت هذه الطيور اسمها من أقدامها التي لا تملك إلا 3 أصابع مقابل 4 لدى النوارس الأخرى. أعشاشها الملتصقة بالحواشي الحادة ضيقة لا تتسع لأكثر من 2 مقابل 3 لدى النوارس الأخرى. بشرفها المطلة على البحر تظل الصغار ملتصقة، لا تخرج من أعشاشها إلا بعد 6 أسابيع من تفريخها وبعدما تكون قادرة على الطيران. من أعالي أجراف جزيرة درانغي تتخذ أنواع أخرى من النوارس مكانا للتبييض والتفريخ. إنها نوارس الجليد أو طيور في المار غلاسيال. كلمة فيلمار كلمة شمالية قحة تعني النورس الكريه أو ذو الرائحة الكريهة، وهو اسم استمده من عادته الغريبة في إبعاد الخطر عن عشه. فهو يخرج من قناته الهضمية مادة مقرفة ومثيرة للقيء يبصقها في وجه كل غريب يقترب من مكان تعشيشه. رغم كثرة الطيور البحرية الإسلندية وقلة أعدائها إلا أنها في تناقص مستمر، فزيادة على دورات الصيد المكثفة التي يتعرض لها بعضها وزيادة على جمع بيضها للتناول، فإنها غالبا ما تقضي نتيجة الحوادث غير المقصودة، إذ كثيرا ما نجدها عالقة بشباك الصيد وكثيرا ما يعرضها التلوث والانسكابات النفطية من البواخر إلى الموت. لكنها هنا بهذا الأرخبيل تعيش نسبيا في مأمن، فبعدها عن الإنسان وحمايتها من طرف جمعيات وهيئات مهتمة تجعلها تستعيد الأمل لتحيا حرة آمنة. بحكم كونها جزيرة بركانية، شكلت الحمم بإيسلندا كثيرا من المغارات والتجويفات.
لكنها ليست ككل التجويفات، بل هي من نوع آخر، مغارات تحتوي على تصلبات خاصة، وهي كما وصف جول فيرن في روايته سفر إلى مركز الأرض، كنوز نموذجية لصهارة بركانية إسلندية. زيارتها فرصة لاكتشاف بعض أسرار تكوين إسلندا نفسها. مغارة فيرتلر الواقعة غرب جنوب إسلندا إحدى تلك المغارات البركانية. السيد بيورن هرورسون عالم مهتم بالبراكين ورئيس جمعية الاستغوار الإسلندية رافق أعضاء فريق الجمعية الرياضية المغربية للاستغوار بأجادير خلال مقامهم بالجزيرة ليدلهم على المغارة. إنها أول مرة تصل عدسة الكاميرا إلى هذه المغارة، فبعدها وصعوبة المسالك إليها تجعلها مغمورة لم يصلها منذ اكتشافها إلا عدد قليل يعدون على الأصابع. ما بين سنوات 900 و 1110 للميلاد استعمر شعب الفايكينغ بلدة إسلندا وسكنوا كهوفها. منذ إذ ظلت تلك الكهوف عذراء لم يزورها أحد حتى سنة 1756، حيث اكتشف إيغور تولافسون وبيارني ماغنيسون تسورتس هتلر أول مغارة بركانية في العالم. أي الطرق نسلك؟ يمكننا المرور من هنا أو من هناك. هناك ممر ثالث لكنه ضيق نسبيا. هل يمكن أن نذهب من هنا؟ أتريد الذهاب من هنا؟ حسناً. مغارة فيرتلر نموذج للمغارات البركانية، سهلة الولوج عموماً، ذات انحدار طفيف يقل عن 45 درجة. شكلت بها الصهارة منافذ ضيقة نسبياً تستدعي الزحف والحبو. أنبوب من حمم حدث خلال تدفقات الصهارة البركانية في الفترة الهوليسينية، أي منذ حوالي 12,000 سنة. هذه الحمم التي تغطي نحو 10% من الأراضي الإسلندية لا تعمر طويلا، بل هي قابلة للاندثار بفعل التعرية. ما هذه الأشكال؟ هذه حمم بركانية. بعد خمود ثورة البركان بدأت اللافا تسيل إلى المغارة شيئا فشيئا، وبما أن المناخ كان باردا فقد تجمدت، وهذا آخر ما سال منها هنا. هل هي قديمة العهد؟ لقد حدثت الثورة البركانية منذ حوالي 5,000 سنة. إذن فكل ما نراه هنا من مواد يعود إلى نحو 50 قرنا خلت. كل شيء تشكل هنا خلال ثورة البركان. بعد توقفه تشكلت هذه الأشكال، لم يحدث عليها أي تغيير. هنا لدينا هوابط مشكلة من بقايا اللافا، هوابط تشكلت عن طريق تسرب الحمم إلى الأسفل،
هذه آخر سهارة تجمدت هنا بعدما تشكلت المغارة وتسللت السهارة عبر شقوقها ربما أسابيع بعد ثورة البركان. منذ ذلك الحين بقيت هكذا معلقة لأكثر من 5000 سنة دون أن تتغير. هذا مكان جميل، إنها نفس اللافا التي رأيناها في الأعلى، إلا أني ألاحظ أنها تتلون. نعم، في الحقيقة هي نفسها التي شاهدناها في الأعلى سابقا، غير أنها اتخذت شكلا آخر هنا، فكلما تدفقت أكثر اتخذت ألوانا وتشكلات جديدة، فبعض ألوان المعادن تختفي حين تتجمد. فأولا لدينا هنا الأسود الذي يميل لونه إلى الأحمر ثم إلى الأصفر لينتهي أخيرا إلى الأخضر. إنها آخر ما تجمد داخل المغارة. هل هنا تنتهي المغارة؟ نعم، إلى نحو 10 أو 15 مترا نرى أنه آخر المغارة. من الجنوب حيث تتواجد مغارة فيرتلر هذه، والتي تشكلت منذ حوالي 5000 سنة من حمم بركانية مفعمة بالألوان، ننتقل شمالا حيث مغارة أخرى لا تقل أهمية. شمال شرق إيسلندا وتحت قدم جبل فان فيتل، حيث قذفت سهارة بركانية منذ نحو 3800 سنة، تكونت مغارة لوفت هتلر أو مغارة الهواء. مغارة يفوق عمرها 3500 سنة، مدخلها حفرة كبيرة مجهزة بسلم لبلوغ نفق صغير يؤدي إلى الداخل. مكان جد بارد تبلغ درجة حرارته ما دون الصفر، لتتجمد المياه المتسربة إليه من الأعلى عبر الشقوق فيصير مكانا تغمره المياه والجليد. وبما أن الصيف قصير بإيسلندا ولا يطول لمدة تكفي لإذابة الجليد، يبقى بها الثلج دوما ليزيد صلابة وتجمدا. عمرها نحو 3500 سنة، اكتشفت من طرف جمعية الاستغوار الإسلندي سنة 1989. مغارة سهلة الولوج غير عميقة، يبلغ طولها نحو 370 مترا، لكنها تضم أروع التشكلات الجليدية بكل مغارات إيسلندا المكتشفة حتى الآن. بالتوغل أكثر داخل المغارة عبر فوهة صغيرة ضيقة، نلج عالما ساحرا يشد الأذهان، عالم يزداد فيه الجليد كثافة وتشكلا، ودرجات الحرارة أشد انخفاضا، وتزداد فيه الأرض بياضا. مكان يستدعي ألبسة دافئة غير منفذة، وخوذة وقفازا وحذاء مجهزا بمسامير تقي من الانزلاق.
أرض يكسوها الجليد وتتخللها أعمدة تعكس نور المصابيح فتعطي تموجات من ألوان بهية. صواعد غرست أرضا كأنها مصابيح من صنع فنان تجعل المكان يبدو كقصر من رخام. تشكلات كأنها من زجاج شفاف يجلب الزائر ويحمله إلى عالم من خيال وأحلام. هوابط مدلات من كل مكان تبدو كالثريا وسقوف مغطاة باللورات الثلجية كأنها السماء تزينها ملايين النجوم. ظواهر ثلجية منقطعة النظير لا ولن توجد بأي مكان غير هذا. هنا بلوفت هتلر حيث امتزج الثلج بالماء والهواء فأعطى الكل منظرا يفوق الوصف. إنه المكان حيث توجد أبهى وأجمل التشكلات التي يستطيع أن يصنعها الماء عندما يصير جليدا، عندما يتخذ لون الأرواح البيضاء المنيرة التي تزخر بها الميثولوجيا الإسكندنافية عامة والإسلندية على الخصوص. تلك الأرواح التي يكونها الماء والهواء والنار والجليد.